ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنبتدي اول فيديو في كورس الاي اي. النهارده هناخد اول محاضرتين ان شاء الله. كلام اغلبه نظري، ولكن مهم ان احنا نكون عارفينه عشان نبقى فاهمين بعد كده احنا هنتكلم فيه اساسا. شويه معلومات خفيفه، وهنشوف برضه بنسال على الكلام ده ازاي في الاخر. لو عندنا كذا سؤال كده هنحلهم. يلا بينا نبتدي. قبل بس ما نبتدي، اظن انتوا هتقولوا لكم ان في سيت اب جديد، المايك الكلام ده كله، التصوير، الحاجات دي، ف لسه الكواليتي مش تبقى احسن حاجه عشان لسه بجرب، بس يعني ان شاء الله بعد كده الموضوع يتحسن اكتر. لو حاسس ان انا بتكلم بسرعه ممكن تبطئ الفيديو، حاسس ان انا بتكلم بالراحه ممكن تسرع الفيديو، عيش حياتك. ماشي، يلا بينا نبتدي. الاوبجكتيفز بتاع الفيديو النهارده عندنا هم اربع حاجات. اول حاجه هي الديفلوبمنت بتاعت الارتفيشال انتليجنس، نعرف خط سير التكنولوجيا دي كان عامل ازاي، بدات ازاي، واتطورت ازاي، ووصلت لحد فين. بعد كده هنعرف الاي اي تكنولوجيز والكونسبتس المتعلقه بيها، سواء بقى انسوبرفايز ليرنينج وسوبرفايز ليرنينج وكل الانواع المختلفه اللي عندنا، يعني ماشين ليرنينج، يعني ديب ليرنينج، يعني نيورال نتوركس، الكلام ده كله. وبعدين هنعرف الجاستس والايكوتي اللي في الاي اي. ممكن ما يبقاش واضح دلوقتي ايه اللي جاب الجاستس او العداله في الاي اي، بس هنعرف في اخر الفيديو ان شاء الله. اخر حاجه خالص هنعرف المان ماشين ريليشن شيب، نعرف العلاقه ما بيننا وما بين الانسان وما بين الروبوت. لازم يكون ليها اسس واطر كده وقواعد تحددها عشان ما يحصلش ان في طرف يجي على حساب الطرف الثاني. فدي حاجه برضه من ناحيه عارفها. دي الكونتنت بتاعت الكورس. هنبتدي باول حاجه بالبوزيتيف اي اي. اللي شهر الاي اي او خلى او لفت نظر الناس ليه، هو في 2016 في حاجه اسمها الفا جو، ده برنامج مطور باستخدام الاي اي، يعني هزم شخص اسمه لي سيدل. لي سيدل دوت كان بطل عالمي في لعبه جو. اللعبه دي كسبته 4-1. ان في كمبيوتر يكسبك في لعبه زي جو ديت، جو دي اصعب من الشطرنج بمراحل. في الشطرنج تقريبا عدد البوسيبيلتيز اللي عندك هي 10 باور 18، في الفا في جو الاحتمالات توصل لغايه 10 باور 100 وشويه، فاحتمالات رهيبه. فان في كمبيوتر يقدر يسيميوليت الكلام ده كله احسن من البني ادمين كمان، ويقدر يحسب كل الاحتمالات دي ويكسبه كمان 4-1، مش رقم قليل. ده اللي لفت انتباه العالم كله وخلاهم يتخضوا، ان هو في فعلا في حاجه اسمها اي اي فعلا وشغاله وقويه، وممكن وفي ناس بداوا يخافوا منها كمان. ولكن في الواقع الموضوع كان بدا اقدم من كده كتير جدا. في اغسطس 1956 في بعض العلماء اجتمعوا مع بعض في دارتموث كولج، كانوا بيتناقشوا سوا في ازاي يخلوا الماشينز اللي معاهم اقوى، ازاي ان هم يقدروا يسيميوليت الهيومن بيهيفير دوت. الناس اللي كانوا موجودين دول اشهرهم جون مكارثي ومارفن مينسكي وكلود شانون والن نيول، وفي كمان هربت ايسايمون. كل الناس دي كانت قامات كبيره جدا في الوقت بتاعهم، في اللي خد نوبل، في اللي اخترع لغه زي لغه ليسب، في الفادر اوف انفورميشن ثيوري، في الناس دي كلها كانت قامات كبيره جدا. فلما اجتمعوا سوا تعرف ان هم بيعملوا حاجه جامده، يعني مش بيهزروا. قعد الاجتماع بتاعهم دوت قعد شهرين، ران فور 2 مانثز، وفي الاخر ما قدروش يوصلوا لاي حاجه. ولكن اتفقوا في الاخر ان اللي هم يعملوا دوت هيسموه ارتفيشال انتليجنس، ايا كان بقى هو هيكون عباره عن ايه، بس اتفقوا على المسمى بتاعه بس. وهكذا سموا سنه 1956 هي البيرث اوف اي اي، دي اللي اتولد فيها يعني ايه اصلا ارتفيشال انتليجنس، والمصطلح نفسه اتولد في السنه دي. بعد كده بيقول لك ان الناس اللي اتقابلوا في 1956 دول جم بعد 50 سنه في 2006 واتقابلوا مع بعض في حاجه اسمها دارك موث ورك شوب. ده جراف برضه بيعرفك اللي حصل من سنه 1950 لغايه 2020، كل مراحل التطور اللي عدى عليها الاي اي. وبيقول لك بعدها بقى ان احنا عندنا ايه، ثلاث مدارس مشهوره او ثلاثه ثيوريز مشهوره في مجال الاي اي. اول حاجه معانا هنا هي السيمبوليسيزم، او بيقال عليها برضو السيمبوليزم ساعات، او اللوجيسيزم والسايكولوجيزم والكمبيوتريزم. ما تتخضش من الاسامي، الموضوع كله بسيط جدا. الفكره بكل بساطه هي بيقول لك ان انت الانسان اصلا بيتعلم ازاي. تعالى بس نروح للاستاذ اللي بعدها ونرجع هنا تاني. بتقول لك والله ان دوت كده عقل بني ادم، تمام؟ هو لما بيبص على حاجه زي كده بيعرف اه والله هنا في واحد اسمه كيمي، تمام؟ وهنا كده دي اوضه ودوت بيت، انا عارف ان الاوضه ديت جزء من البيت، وان كيم دوت واقف جوه الاوضه، فانا قدرت استنتج ان كيم جوه البيت عشان هو واقف في الاوضه والاوضه دي جزء من البيت. فانا عملت زي فانكشن كده اسمه ان بارت اوف بيرسون، وقدرت في الاخر ان انا استنتج ان فلان دوت جوه البيت دوت عن طريق يعني ممكن نقول تشانكس بسيطه كده او قطعه بسيطه من اللوجيك، قدرت استنتج منها حاجه زي كده. تعالوا نرجع للكلام النظري دوت، هنلاقي الموضوع بقى اوضح واسهل بكتير جدا. بيقول لك ان هي معتمده على ماثيماتيكال لوجيك، عشان زي ما قلنا عملت فانكشن وفانكشن وربطتهم ببعض والكلام ده كله. ما هوش ماث زي ما احنا عارفينه، ولكن هو ماثيماتيكال لوجيك. البرنسبل بتاعته معتمد على حاجه اسمها فيزيكال سيمبل سيستم. الفيزيكال سيمبل سيستم دي ان انت بتشوف ده شخص، دي اوضه، دي كده، فدي كلها فيزيكال سيمبلز. فكرته كلها بيقول لك ان سيمبل از ذا هيومن كوجنيشن يونت. السيمبل او الرمز هو وحده الادراك بتاعت البني ادم. انت بتدرك حاجه تقول ان اه ده بني ادم، دي اوضه، كل دي رموز انت عارفها. والكوجنيشن بروسيس اللي هي عمليه الادراك هي عمليه بتتم على السيمبلز اللي عندنا، اللي هي سيمبل اوبريشن بروسيس، تمام؟
النظريه دي برضو بتقول ان البني ادمين بيعتبروا فيزيكال سيمبل سيستم. فيزيكال سيمبل سيستم يعني النظام كله عندهم معتمد على الفيزيكال سيمبل زي ما احنا لسه قايلين. والكمبيوتر نفس الكلام، ان هو بيقول ده رقم، ده برنامج، ده ما اعرفش ايه، دي ميموري، الكلام ده كله. فنقدر ان احنا نخلي الكمبيوتر يسيميوليت الهيومن بيهيفير، ان هم شغالين تقريبا بنفس الطريقه ده، او ده اللي بتفترضه يعني المدرسه دي. واخر حاجه بتقولها المدرسه ديت هي ان المعرفه او نوليدج هي الاساس بتاع الانتليجنس، هي الاساس بتاع الذكاء الاصطناعي اصلا. ولكن المشكله او التحدي الرئيسي عندنا هو طريقه الريبرزنتيشن بتاعه المعرفه ديت، والانفيرنس اللي هو تدخل المعرفه دي مع بعضها. ان انا ماشي ونفترض ان انا عرفت اصلا ريبرزنت الكلام دوت، ازاي بقى هقدر اخليهم يتداخلوا مع بعض واستنتج منهم حاجات كده؟ هي ده التحدي بتاع المدرسه دي. هتلاقي في الاخر برضو بيقول لك الريبرزنتيفز بتاع المدرسه دوت او الممثلين بتوعها، زي ما كنا ناخد في الادب بتاع العربي كده، دوت المدرسه اللي معرفش ايه والمدرسه اللي معرفش ايه، كل واحد فيهم ليه ناس هم بيتبنوا هذا الفكر او هذا الراي. فقال لك ان في واحد اسمه الان نيول وهربرت الكسندر سايمون ونيلسون وكذا واحد. المدرسه اللي بعد كده اسمها كونكشنزم، وبقى من اسمها انها بتعتمد على الكونكشن. كونكشن زي ايه؟ قال لك زي النيورال نتوركس. الاوريجن بتاع المدرسه ديت او اعتمادها الكلي على حاجه اسمها بايونكس. البايونكس ديت هي ربط البيولوجي مع الانجينيرنج. البيولوجي ان هي معتمده على النيورال نتوركس او النيورونز. النيورونز لانها بتسيميوليت العقل البشري، عقلنا عباره عن نيورونز اصلا، وكل النيورون والتانيه متوصلين ببعض، وعن طريق النيورونز دي بيقعدوا يبعتوا لبعض معلومات، فنقدر ان احنا نفهم او نتعلم. فزي ما بقول لك في البرنسبل هو معتمد على النيورال نتوركس والكونكشن ميكانيزم اللي ما بين النيورال نتوركس. تمام. الكونسبت بتاعها بيقول لك ان هي معتمده على النيورون بدل السيمبل اوبريشن بروسس اللي كانوا التانيين بيقولوا عليها بتوع السيمبوليزم او السيمبوليزم. بيقول لك ان النيورون هي الاساس، هي الوحده اللي احنا بنفكر بيها اساسا. هو بيعترف بيقول لك ان الهيومن برين ديفرز فروم كمبيوترز، دوت مختلف عن دوت، ولكن بيقول لك ان الباترن اللي البني ادم بيفكر بيه نقدر نستخدمه عشان نريبليس الهيومن الكمبيوتر باترن. تمام. هو بيعترف ان في اختلاف بينهم، ولكن احنا نقدر نسيميوليت برضه التفكير بتاع البني ادم عن طريق الكمبيوتر، او نستخدم الكمبيوتر ان احنا نوصل لحاجه شبه اللي البني ادم بيفكر بيها. تعالوا برضه نبص الصوره دي مع بعض عشان نفهم الموضوع اكتر. الشكل اللي فوق دوت هو شكل النيورونز اللي في مخ الانسان. بيقول لك ان هي متقسمه لاربع حتت، السيل بودي اللي هو الجزء الكبير دوت، والدندرايتس اللي هي المستقبلات العصبيه دي اللي بتستقبل المعلومات اصلا، والاكزون هو ده اللي بيخرج المعلومات ديت عن طريق الاكزون تيرمينالز بتاعته، وفي الاخر في حاجه اسمها سينابس دي نقدر نقول انها السيجنال اللي بتتبعت اصلا. تمام. هي دي اللي بتوصلهم كلهم ببعض بقى في الاخر. نفس الكلام ان احنا لما بنعمل الكلام دوت في كونكشنز، لما بنيجي نسيميليته بنعمل عندنا الدايره هنا اللي بنسميها النود، هي دي اللي بتمثل السيل بودي، وبيبقى عندنا الانبوتس اللي هي ممكن تبقى ليها اي عدد احنا عايزينه، لان الدندرايتس برضه بيبقى ممكن ليها عدد كتير، والاوتبوت اللي هو برضه بيمثل الاكسون تيرمينالز. تمام. تعالوا نبص على الصوره دي برضه. فقال لك ان احنا هنا بقى بناخد المخ نترجمه لحاجه اسمها نيورال نتورك، وهنا بتكون الانبوت لاير اللي احنا قلنا عليها والاوتبوت لاير اللي احنا قلنا عليها، وفي النص في حاجه بنسميها الهيدن لاير. ليه بقى هيدن لاير؟ دي بقى هي مشكله الكونكشنزم، او مش مشكله ولكن هي حاجه نقطه سلبيه فيها، ان انت ما بتبقاش عارف هو شغال ازاي. زي ما انت مش عارف مخك شغال ازاي، مش عارفين النيورونز دي من جوه شغاله ازاي، هي اوريدي هي نفسها بتفهم ازاي، احنا مش عارفين حاجه زي كده. فنفس الكلام في الكونكشنزم، انت بتدي الانبوت وتستنى منه الاوتبوت، تقول له انا عايز اوصل للاوتبوت دوت، هو بياخد الانبوت يتعلم منه يربطه بالطريقه اللي هو عايز يربطها، يفهم اللي هو يفهمه بالحل اللي هو الموضوع بطريقته الخاصه، في الاخر انت ليك ان انت تاخد الاوتبوت اللي انت عايزه. لكن في النص بيسموه هيدن لاير او بلاك بوكس، ان انت مش عارف هو اشتغل ازاي من جوه، ولكن هو اداك اللي انت عايزه. ولذلك هو بيحتاج داتا سيت كبيره جدا عشان يقدر يطلع لك حاجه اكيرت تقدر تعتمد عليها. تخيل مثلا ان انت عندك كلاب كتير جدا، لو انت بتعلم طفل صغير ان ده كلب، وجبت له صوره نوع كلب واحد، وبعدين وريته نوع تاني هيقول لك ده مش كلب، انت معلمني على حاجه واحده بس. فانت بتحتاج تديله بقى داتا سيت كبيره جدا، تعرف ان دول كلهم كلاب انواع مختلفه والكلام ده كله، فهو يقدر بقى يجمع تريتس بينهم. اه ده الكلب دوت بيبقى ليه مثلا حجم معين، ليه شكل معين، ليه طباع معينه، حاجات بيقعد بقى هو يجيب الحاجات الكومن بينهم كلهم، ويبقى عنده حاجات بيميز على اساسها ان ده كلب، ده قطه، ده معرفش ايه وهكذا. تمام. ولكن من جوه انا ستيل مش فاهم هو شغال ازاي. ولكن المشكلتين اللي عنده زي ما قلنا ان هو بلاك بوكس، ما تبقاش عارف هو شغال ازاي من جوه، وان هو بيحتاج داتا سيت كبيره جدا عشان يتعلم عليها، عشان يقدر يديني اوتبوت يكون اكيرت واقدر اعتمد عليه فعلا. قبل ما نمشي من الصوره دي برضو بيقول لك ان انت لو الهيدن لايرز دول عددهم 2 فاقل، ساعتها بنسميها نيورال نتورك عادي، لكن لو زادت عن 2 ساعتها بنسميها ديب ليرنينج. الموضوع بيعقد بقى وبيتعمق بشكل كبير جدا، فبنسميه ديب ليرنينج. هنلاقي برضه ان هو هنا جايب نفس الدياجرام بتاع النيورون، وجايب هنا برضه النيورون نتورك شغاله ازاي، والانبوت والاوتبوت، وفي النص في فانكشنز احنا مش عارفينها شغاله ازاي، هو اللي بيعرف يعملها لوحده. ولكن انا حسيت ان الدياجرام التاني احسن فحبيت اشرحها. المدرسه الثالثه معانا اسمها الاكشنزم، او بيسموها البيهيفيرزم او الايفولوشنزم. من اسمها الاكشنزم والبيهيفيرزم والايفولوشنزم نقدر نستنتج ان هي بتتكلم عن تطور، ان هو بيغلط فيتعلم. انت ما بتديلوش حاجه، انت بتسيبه كده هو بيقدر
يشوف البيئه اللي حواليه ويجرب فيها لغايه ما يتعلم ويوصل للاوبجكتيف اللي هو عايز يوصل له. هنلاقي في كلمه هنا متكرره كتير جدا في السلايد دي اللي هي السايبرنتكس، هتلاقيها هنا وهنا وفوق اسمها سايبرنتيسيزم. يعني ايه بقى سايبرنتكس؟ سايبرنتكس باختصار بتقول لك ان لما يكون الاوتكم بتاع اكشن هو الانبوت بتاع الاكشن اللي بعديه، دي اللي بنسميه سايبرنتكس. يعني ايه بقى؟ يعني التطور دوت ان انت بتتعلم من حاجه او بتجرب حاجه فتغلط، فتاخد اللي انت غلطته دوت تتعلم منه بحيث انت تطور المرحله اللي بعدها، تغلط تاني فتطور اكتر، تغلط تالت فتطور اكتر، لحد في الاخر ايفنتشوالي توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها. فده كل اللي مبني عليه المدرسه دي. هتلاقي بيقول لك هنا برضو ان هي الكونسيبت بتاعها اللي هو البرسبشن اكشن. برسبشن ان انت بتدرك حاجه فتاخد اكشن، تدرك حاجه فتاخد اكشن، تبدأ بقى في اللوب دي لحد في الاخر لما توصل اللي انت عايزه. بيقول لك برضو ان الانتليجنس او التعلم دوت مش محتاج اي خبره او اي معرفه ولا ريبرزنتيشن ولا تدخل من الانسان، مش هتلاقي اي حاجه بالكلام ده كله. الارتفيشال انتليجنس يقدر يتطور زي ما الذكاء البني ادم بيتطور. والمدرسه دي بتقول لك ان هو انت ما بتتدخلش معاه، انت بتسيبه هو يتفاعل مع اللي حواليه بالسنسور اللي معاه، بقى يشوف هنا يحس هنا يعمل الكلام ده كله، يتفاعل مع البيئه اللي حواليه فيتعلم منها. بعد كده هنا عندنا تيبل بيقارن بقى الثلاث مدارس دول مع بعض. تعالوا بس قبل ما نتكلم في محتوى التيبل نراجع الثلاث حاجات دي. السيمبوليزم اللي بيقول لك ان كل حاجه عباره عن سيمبول، بتشوف تقول دي عربيه، ده انسان، ده بيت، دي اوضه، الكلام ده كله. كونكشنزم دي اللي بتحاول تسيميوليت بقى العقل فعلا عن طريق النيورونز والنيورال نتوركس. واتفقنا ان كلمه بايونيك دي اللي هي الدمج بين البيولوجي والانجينيرنج. واخر حاجه ده الاكشنزم اللي بيقول لك الديسيجن ميكنج، ان هو بيغلط، او البرسبشن اكشن، هو بيغلط فيتعلم، يغلط فيتعلم، يدرك حاجه فياخد اكشن على اساسها، وهكذا. اول نقطه في المقارنه عندنا اللي هي نولج ريبرزنتيشن، الحاجه المعرفه اللي عندك انت هتقدر تريبرزنتها بطريقه تقدر تبقى شايف وفعلا فاهمي. هتلاقي في السيمبوليزم انت تبقى شايف ان هو فاهم ان دي عربيه وان دوت بني ادم والكلام ده كله. وفي الاكشنزم نفس الكلام، بيرجع لك في الاخر بقى انه انا شفت كذا فتعلمت كذا في الكلام ده. ولكن زي ما اتفقنا ان في الكونكشنزم الموضوع بيكون ضعيف جدا، ان هو بلاك بوكس. وزي دي النقطه اللي بعدها على طول، ان هنا هتلاقي ان هو الوحيد اللي يس بلاك بوكس، انت مش عارف هو فاهم ايه، وباقي انه ما فهمش اصلا بلاك بوكس، انت فاهم فعلا هم شغالين ازاي، وبالتالي تقدر تعدل عليهم الكلام ده كله. النقطه اللي بعدها اسمها فيتشر ليرنينج، هل هو يقدر يديتكت الفيتشر ازاي؟ بتلاقي ان الحاجه الوحيده اللي فعلا تقدر تعمل الكلام ده هي الكونكشنزم، زي ما قلنا ان انت بيسيميوليت الهيومن بيهيفير، فيقدر ان هو فعلا انت بعد فتره تقدر تقول دي قطه، ده كلب، ده بني ادم، ده فلان، دي فلانه، الكلام ده كله. المدرستين التانيين ما بيقولوش يعملوا حاجه زي كده. الانتربريتابيلتي برضه بتتكلم نفس فكره، ان انت بتكون فاهم بنسبه قد ايه البتاع دي شغال ازاي، هتلاقي برضه ان دي الوحيده اللي ويك والباقيين انت فاهم هي شغاله ازاي. بعد كده الريكواير لارج سامبلز، اتفقنا ان الوحيده اللي بتحتاج سامبلز كبيره جدا هي الكونكشنزم عشان تقدر تتعلم حاجات كتيره جدا، فتديك اكيرسي تقدر تعمل عليها في الاوتبوت بتاعك. الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي، بتلاقي ان الاكشنزم هي الوحيده الاوردينري، ان هو بيشوف فيتعلم، يشوف فيتعلم، فالموضوع ماشي الى حد ما سيمبل. الكونكشنزم هنلاقيه هاي عشان هو بيحاول يسيميليت النيورال نتوركس. والسيمبوليزم هنلاقيه هاي عشان هو بيحاول يقدر يلاقي بقى ريليشن شيبس ما بين كل السيمبل اللي عنده في حياته دي. الكومبينيشنال اكسبلوجن اللي هو نقدر نقول ان الموضوع بيفضل يعقد لحد ما ينفجر في مره، بنلاقي ان الكونكشنزم الموضوع مش هيوصل معاه لحاجه زي كده. ولكن السيمبوليزم ممكن يفضل ان هو يحاول يوجد علاقات، يوجد علاقات، يوجد علاقات، يوجد علاقات لحد ما يفرقع خالص. الاكشنزم هتلاقيه ابن حلال اوردينري في كل حاجه. يا ترى ايه فيهم اللي بيقدر يتفاعل مع البيئه اللي حواليه؟ اكيد هيكون اخر واحد ده، بس ان دوت اللي بيتفاعل اصلا مع البيئه اللي حواليه، ده اصلا التعريف بتاعه. الاوفر فيتنج، يعني اوفر فيتنج ان انا عمال اعلم الموديل بتاعي في حاجه واحده، عمال اقول له دي قطه ودي قطه ودي قطه ودي برده قطه ودي قطه، عمال اعرفه مثلا على نوع قطط معين، لما اوصله لنوع تاني زي ما قلنا في المشرح مش هيبقى عارف ان دي قطه اصلا، هو متعلم على حاجه واحده بس فمش عارف اي حاجه ثانيه غيرها. فدي اللي بنسميه اوفر فيتنج، عشان كده موجوده في الكونكشن بس، عشان كده لازم الداتا الاتجاه تكون كبيره جدا وفيرساتايل او متنوعه عشان يقدر هو يتعلم صح، ما يبقاش عمال يتعلم في نفس الحاجه واحده بس. في الاخر بنعمل له حاجه اسمها تيستنج، ان احنا نشوف بقى اللي احنا اتعلمناه دوت هو فعلا اتعلم بنسبه قد ايه، وطلع لي الحاجه هو متاكد منها بنسبه قد ايه، وهكذا. بعد كده نتكلم سوا في ايه هو الاي اي اصلا. الارتفيشال انتليجنس بنقدر نقول ان هو نوع من الساينس، هدفه الاساسي ان هو يسيميوليت ويكستند الهيومن انتليجنس، ان هو بيحاول يحاكي الذكاء بتاع البني ادمين ويكستند، ان هو يقدر يضيف لهم حاجات ويخليهم اذكى واقوى ويقدروا يعملوا حاجات اكتر. المصطلح نفسه طرح من جون ماكارثي في 1956، وبيقول تاني ان الاي اي هدفه ان هو يخلي الماشين تفكر زي البني ادمين ويكونوا اكثر ذكاء. بعد كده عندنا الهيراركي بتاعت الاي اي كعلم اصلا. اول حاجه بيكون عندك الانفراستراكشر، الجهاز نفسه، الهاردوير او الكمبيوتنج باور اللي انت تقدر تشتغل بيها على الداتا دي كلها، عشان زي ما انت عايز داتا كبيره. وبعدين بتختار الالجوريزم اللي انت تختارها، ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، بروبابيلتي، ستاتستكس، الكلام ده كله تقدر تحددها. بعدين بتشوف انت هتتجه في اي اتجاه،
هل انت عايز تستعمل كمبيوتر فيجن ولا سبيتش بروسيسنج ولا ناتشورال لانجويج بروسيسنج ولا بلاننج وديسيجن ميكنج ولا بيج داتا ستاتستيكال اناليسيس. هنعرف برده كل الحاجات دي بالتفصيل قدام شويه. وبعدين بقى بتعرف خلاص ان كمبيوتر فيجن مثلا طب انا هلا على ايمج ريكوجنيشن ولا ايمج بروسيسنج ولا فيديو ريكوجنيشن كله. وبرده كل يعني كانك بتختار الاول كاتيجوري وبعدين بتختار سب كاتيجوري كمان عشان تبقى موضوع سبيشالايزد اكتر. خلاص اخترت الكلام ده كله, شوف بقى انت هتطبقه في ايه. هل هتطبقه في الفاينانس, في الهيلث كير, في السكيورتي, في الترافيك, في الجيمز, في عندك بقى كاتيجوريز كتير جدا بقى او اندستري سوليوشنز تقدر تطبق فيها الكلام ده كله. طيب ايه علاقه الاي اي بالماشين ليرنينج والديب ليرنينج؟ هناك الارتفيشال انتليجنس هو الكبير بتاعهم, هو ده المصطلح الاساسي اللي ابتدينا منه. بعد كده جواه في جزئيه بتاعت الماشين ليرنينج ان انت بتعلم الاله, وجواها بقى خالص في حاجه اسمها الديب ليرنينج. كل ما زي ما اتفقنا كل ما السيستم بتاعك بيتعقد بيبقى فيه هيدن ليرز اكتر, ساعتها بنسميه ديب ليرنينج ان الموضوع بقى بيكون ايه على سكيل اعمق ومتخصص اكتر شويه. وزي ما اتفقنا ان احنا عندنا الحاجات اللي بيعتمد عليها اي اي سيستم ان انت بيكون عندك الداتا اللي هتشتغل عليها, بتختار الالجوريزم, بتحدد الكمبيوتنج باور اللي انت ممكن تحتاجها, وبعدين السيناريو اللي انت هتطبقه فيه. هنا اول نقطه ايه بيكرر نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه في الاستاد اللي فات ان هو تكنيكال ساينس وبيستدي وبيديفلوب ثيريز وبيحاول يسيميليت ويكستند هيومن انتليجنس. مفيش اي مشكله. المشين ليرنينج بيقول لك بقى ان هي التخصص اللي جواها اللي هو ازاي بقى الكمبيوتر بيسيميليت ويمبلمنت الهيومن ليرنينج بيهيفير دوت. بيقول لك تاني ان هي سبست من الارتفيشال انتليجنس. اما الديب ليرنينج بيقول لك ان هو مبني على نيورال نتوركس, وبالذات لما يكون فيها مالتيبل هيدن لاير زي ما احنا قلنا, تمام, ساعتها بيقول لك بنسميها الديب ليرنينج ستراكشر. ايه هدف الديب ليرنينج دوت؟ ان هو it aims to establish a neural network that simulates the human brain. هو بيبقى عايز يعمل حاجه تحاكي العقل البشري, تمام. الكي تكنولوجيز بقى بتاعت الماشين ليرنينج او الفروع الاساسيه اللي عندنا, في حاجه اسمها الانسوبرفايزد ليرنينج, وحاجه اسمها السوبرفايزد ليرنينج, وحاجه اسمها الري انفورسمنت ليرنينج. الانسوبرفايزد ليرنينج باختصار ولسه برضه هنطرقها على اخر فيديو كده, ان انت بتسيبه مع نفسه تقول له ادي شويه داتا عندك اتصرف فيها, هو هيحاول يعمل لك كلاسترنج, بيحاول يوجد شبه بقى بين كل حبه مع بعضهم كده, يقول لك دول شكلهم مش مع بعض, دول شبه بعض, دول شبه بعض, وهكذا. سوبرفايزد ليرنينج لا, ان انت بقى هتلاقي الموضوع هنا معقد اكتر, ان انت بيكون معاك الداتا والنيبلز تقول له والله بص دول كده, دي كلاب, دي قطط, دي ارقام, دي صور فيها مثلا اخويا, دي صور فيها اختي, دي صور فيها كذا, الصوت دوت صوت فلان, الصوت دوت صوت فلان, وهكذا. فسوبرفايزد ليرنينج بيكون اعقد شويه, ان انت من بتديله حاجه وبتعرفه دي كذا دي كذا دي كذا, وتقول له بقى اوجد لي علاقه بينهم. الانسوبرفايزد لا, انت بتسيبه مع نفسه. اخر حاجه رينفورسمنت ليرنينج هو بيعتمد على حاجه اسمها الثواب والعقاب, ان انت يا اما مثلا لو جاب حاجه غلط تقول له لا دي غلط فهتعاقبه عليها, او بتقول له دي صح فبتكافئه عليها, تعرفه ايه الصح وايه الغلط. بس برضه في نفس الوقت انت مش معرفه ان دي كذا دي كذا, لا انت بتخليه يتعلم مره وبعدين تقول له والله انت طلعت دول صح اشتغل عليهم, فياخد دول كثواب يعني, ودي يحسن في اللي هو عمله, تقول له لا انت غلطت دي فخد عقاب, وهكذا, تمام. برضه الحاجات دي كلها هتعرف عليها تفاصيل اكتر شويه قدام. احنا كده عرفنا الماضي بتاع الارتفيشال انتليجنس وبدا ازاي والكلام ده كله, هنعرف بقى احنا فين دلوقتي وهنخش على ايه والمستقبل شايل لنا ايه. الاي اي الابلكيشن بتاعت الاي اي ملهاش حصر, ده جزء بسيط جدا منها نقدر ان احنا يكون ملموس في حياتنا اليوميه, ولكن هي في حاجات اكتر, في سيناريوز اكتر من كده بكتير جدا. اول حاجه درايفر للسكار اللي هذا نشوفها في حاجه زي تسلا مثلا, ان هي العربيه نفسها بتبقى شايفه الشارع اللي حواليها, شايفه دي الحاره بتاعتها, شايفه ان دي عربيه داخله عليها فتقدر تسرع عشان تتفاداها, وفي اوريدي في تطور كبير جدا في المجال زي دوت. تاني حاجه عندنا هي السمارت هوم, في بيوت دلوقتي تقدر تديتكت ان انت دخلت البيت فتقوم مشغله لك النور, ولا خرجت من البيت فتقوم قافله لك النور, انت قاعد في الاوضه فتقوم مشغله التكييف, خرجت ما فيش حد في الاوضه فتقوم هي قافله التكييف, والكلام ده كله في سيناريوز كبيره جدا في السمارت هومز. تالت حاجه عندنا الفيرتشوال رياليتي, كلنا عارفينها, النظاره اللي اتشهرت في مؤخرا, الانتليجنت روبوت, حاجه زي صوفيا اغلبنا برضه سمع عنها, ان روبوت تقدر تكلمه ويفهمك ويتكلم معاك, دي في مجال ال NLP او الناتشورال لانجويج بروسيسنج, انها تقدر تفهم انت بتقول ايه اصلا وتترجم كلامك وترد على اساسه. خامس حاجه اسمها سمارت انفستمنت ادفايزر, ان هو بيراقب بقى الماركت كله, يقدر يشوف الاسهم مثلا لو انت بتشتغل في البورصه, يقدر يبقى ياخد الداتا مثلا اخر سنه الاسهم دي كلها, ويقدر ان هو يتوقع ان ده هيكسب ده هيخسر ده هيعلى ده هيقل الكلام ده كله, وبيقدر يجيبها باكيورسي رهيبه جدا. اخر حاجه ودي اللي عليها بوتنشال كبير جدا الانتليجنت هيلث كير, ان انت بتدي له الداتا بتاعتك بتقدر تخزن بقى, انا عملت تحليل الفلاني, عملت والله جالي مرض الفلاني, عملت عمليه فلانيه, الكلام ده كله, دي دقات قلبي, ده الضغط بتاعي, ده الكلام كله, بيكون مخزن الكلام ده كله, يقدر ان هو يقدر يربط الكلام ده ويقدر يقول لك والله انت عندك عرضه ان انت مثلا يجي لك مرض الفلاني لا قدر الله خلال سنه, يقدر يقول لك ان انت والله انت مثلا كان عملت تحليل الفلاني ودلوقتي مثلا ضربات قلبك زادت, فخلي بالك ان انت ممكن يكون حصل لك اثار جانبيه من الحاجه الفلانيه, يقدر بقى هو
هو بيقدر يحلل الداتا اللي عنده دي داتا كبيره جدا، بدل ما مثلا يبقى عندك دكتور واحد هو اللي يعرفك بخبرته، لا هو كانه مليون دكتور في بعض، فيبقى بيقدر يجيب لك حاجات باكيرسي كبيره جدا. برضو عندنا شويه سيناريو صغير الكلام دوت، من ضمنها السبيتش سيجنال بروسيسنج، نقدر نقسمها لاربع اجزاء اساسيه. السيجنال بروسيسنج ودي بتكون على سكيل صغير شويه، اللي هو زي ايكو كانسليشن، اللي هو مجرد بياخد السيجنال ويقدر يبتدي يعدل فيها، اللي هو ده في ايكو في الموضوع ده فينا نشيله الكلام، اللي هو الاوديو اديتنج كله مبني على حاجه زي السيجنال بروسيسنج. السبيتش ريكوجنيشن، ان انت لما تكلمه يقدر يلقط الصوت دوت يحول له كلام، اللي هو اللي بيسموها سبيتش تو تكست. انت ممكن دلوقتي في حاجات كتير بتسبورت انت تسيرش بصوتك، في مثلا حاجه زي جوجل دوكس، انت ممكن تفتح مايك تقعد تتكلم وهو يقعد، هتلاقي الكلام بيتكتب قدامك على طول، بتيجي تايم كده انت بتتكلم هو سمع انت قلت ايه وترجمه للانجليزي او تفر اللغه اللي انت بتتكلم بيها ويقوم كاتبها لك قدامك. دي اللي هي السبيتش ريكوجنيشن. السيمانتيك ريكوجنيشن بقى الموضوع بيتعقد اكتر او بيبقى متخصص اكتر، ان هو بقى اللي هو مش بس هو ترجم الكلام الانجليزي، لا هو فاهم انت قصدك ايه كمان، ويقدر يرد عليك في الحاجات اللي سجست حاجات، يقول لك انت هنا قلت كذا، طب انت ممكن تزود في الكلام ده، الحاجات دي كلها. اخر حاجه خالص بقى اللي هي احد حاجه خالص السبيتش سينثيز، هو بيفهم انت بتتكلم عن ايه، بيفهم السكوب بتاع الكلام كله، يقدر يفهم التكست اناليسيس بتاعتك، يقول لك انت عندك حاجات مشكله في الجرامر هنا، انت عندك والله لا انت لو عبرت بالطريقه دي احسن، في حاجات اوريدي معقده بالدرجات دي وموجوده حاليا، في حاجات اوريدي وصلت للمرحله دي من التعقيد، في حاجات اوريدي وصلت للمرحله دي من التعقيد، انك تقدر تقترح عليك حاجات كتير جدا تطور من الكتابه اللي انت بتكتبها. زي ما قلنا الحاجات دي موجوده في السبيتش ديكتيشن، الفويس اوبر الكمبيوتر، ان انت تتكلم هو يفهم بتقول ايه او يكتب الكلام ده كتكست. وفي بعض التطبيقات اتطبقت في الفون كاستمر سيرفيس، ان انت تتكلم من غير ما هو اضغط اثنين عشان كذا، اضغط ثلاثه عشان كذا، لا انت تتكلم هو بيسمعك يفهم فيقوم قايل لك اللي انت عايزه. بس بيقول لك برضه خلي بالك ان المستقبل لسه بدري على ان انت يكون عندك ماشين بتكلمها وترد عليك، لدرجه ان انت تتخدع ان انت ايه ده، هو ده ما كانش بني ادم بجد، لا لسه بدري على حاجه زي كده. الحاجه اللي بعدها اسمها كمبيوتر فيجن، واللي احنا نقدر نقسمها برضه لثلاثه كاتيجوري اساسيين. البيزك كاتيجوري بتاعتها الايمج بروسيسنج، ان انت مثلا لو عندك صوره مهزوزه تقدر تشيل الهزه دي منها شويه، لو في والله فيها نويز تقدر تشيل انت النويز دي، لو صوره ابيض واسود تقدر ترجعها الوان تاني، في حاجه ابيض واسود زي كده. الايمج ريكوجنيشن هو ليفل اعلى من ده شويه، ان انت بقى في حاجه اسمها فيتشر اكستراكشن والايمج سيجمنتيشن، ان انت تقدر تدي له صوره يقول لك انا شو شايف هنا بني ادم، شايف هنا عربيه، شايف هنا عجله، شايف هنا بيت، شايف الكلام ده كله. الايمج اندرستاندنج بقى لا، ان انت لما تصور صوره يقول لك انا شايف هنا كتابه والكتابه قصدها كده، ولو عايز تدور عليها تدوس هنا هيعمل لك سيرش بيها، والكلام ده موجود في ابلكيشن زي جوجل لينس ممكن تجربوه. انت بتصور صوره بيتكت الكلام اللي فيها، ولو دوست على الكلام ده على طول هيسيرش عليه على طول. هذا مكتوب ان هو ايمج اندرستاندنج كان بي يوز تو بيرفورم تكست بيزد ايمج سيرش، زي برضو جوجل ايمج سيرش، انت بتديله صوره بيشوف كل حاجه فيها ويقول لك الصور دي شبهها، وانت ممكن تسيرش على صور شبهها، ان انت لما تكتب كده في السيرش عندي الموضوع معقد جدا. طب الابلكيشنز بتتعمل ازاي؟ في الميديكال فيلد هي اشهر حاجه ليها، ان انت بياخد فيلد الاشعه مثلا، فهو اوريدي متعلم منها، فيقول لك الاشعه دي فيها والله كسر هنا، هو في شرخ هنا، محتاج تتجبس الحته دي، محتاج تعمل ايه في الحته دي، وهكذا. هو والله الشرطه بتحتاجها ساعات، في ان انت بيكون عندها زي قاعده بيانات لكل السسبكتس، لكل المجرمين اللي عندها، فتقدر ان انت لما تدخل لها صور كتير جدا مثلا من كاميرا المراقبه، تقعد بقى تقلب فيهم وبعدين تقول لك الشخص ده او الصوره ديت شبه الشخص اللي انت مديهولي قايل ان انا المفروض اخلي بالي منه، فخلي بالك ان انت في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه الشخص ده عدى في المنطقه الفلانيه، فبتساعدهم في حاجه زي كده. والمستقبل بتاعه بيقول لك ان المستقبل بتاعه احنا نقدر نعتمد عليه في المستقبل القريب كمان، ان احنا لان احنا عندنا المجال ده بالذات بيتطور بطريقه سريعه جدا، فنقدر نعتمد عليه في سيناريوهات كتير جدا. ال NLP هي الناتشرال لانجوج بروسيسنج، هتلاقي ابرز حاجتين فيها اللي هي الدايلوج مانجمنت، ان انت تقدر تتشات مع الاي اي ولما تاخد بالك ان هو اي اي اصلا، والماشين ترانسليشن حاجه زي جوجل ترانسليشن دلوقتي تقدر تترجم الفرانكو، بتقدر تترجم لغات اصلا ما هيش لغه اساسا، عن طريق ان هي بتراقب كلام الناس تفهم هم قصدهم ايه وتقوم مترجمه للغه اللي انت عايزها، مش شرط على الفرانكو، على الانجليزي العربي الكلام ده كله. ان انت في حاجات غير جوجل ترانسليت طبعا بتترجم احسن من جوجل ترانسليت كمان، على حسب السكوب بتاع الكلام، لو انت كاتب نفس الكلام بس في وسط جمله كبيره والجمله اتغيرت بس جواها نفس المصطلح بس ليه معنى مختلف، هو هيفهم دوت ويقدر يترجمه بالطريقه اللي انت عايزها. بعد كده عندنا شويه معلومات زياده عن الماشين ليرنينج، بيقول لك ان الماشين ليرنينج هو الكور اوف اي اي، وبيقول لك ان هو الفاندمنتال واي تو ميك كمبيوتر انتليجنس، هو دي الطريقه الاساسيه ان احنا نقدر نخلي الكمبيوتر يكون اذكى ويقدر يحاكي الانسان، عشان كده اسمها ماشين ليرنينج.
بنستخدمه في ايه؟ المشين ليرنينج دوت بنستخدمه في فيرتيكال فيلد، دي مش معناها رأسيه، معناها حاجات كتيره جدا. نقدر نستخدمه في فاينانس وفي اللو وفي الهيلث كير وفي حاجات كتيره جدا مختلفه. في السوبرفايز ليرنينج وفي الان سوبرفايز ليرنينج وفي الريانفورسمنت ليرنينج، الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم من شويه. بيقول لك ان المستقبل غالبا هيكون معتمد اكتر على الريانفورسمنت ليرنينج. ده اللي احنا قلناه من شويه، الفرق بين التراديشنال ماشين ليرنينج والريانفورسمنت ليرنينج، ان الريانفورسمنت ليرنينج بيكون معتمد على الريورد والبانشمنت، الثواب او العقاب، في حين ان التراديشنال كان معتمد عندنا على الان سوبرفايزد، ان انت مفيش تدخل منك، انت بتسيبه وهو بيحاول يلاقي بقى دول والله شبه بعض ودول شبه بعض ودول شبه بعض وهكذا. لكن السوبرفايز ليرنينج كان عندك مدرس بيقول لك لا والله دي غلط اكتبها صح، ودي والله دي تمام دي صح، جماعه تقول صح جماعه تقول صح، ولا دي غلط وهكذا. هو بيعلمك يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا، اتعلم انت بقى. تمام. لو رجعنا للسلايد اللي قبلها هنلاقي برده في حاجه هنا اسمها ترانسفير ليرنينج. الترانسفير ليرنينج دي عباره عن ايه؟ بيقول لك ان هي زمان او التراديشنال ماشين ليرنينج بتاعنا، ان انت بتاخد التاسكات اللي عندك كلها وتمشيها بارل كده، كل حاجه بتتعلم في سكتها وخلاص. لا، دي الترانسفير ليرنينج، لو حد يعرف الدايناميك بروجرامنج، ان انت لما بتتعلم حاجه انت بتخزنها عندك وبتستغل بقى المعرفه اللي عندك ديت مع التاسك اصلا اللي عندك، فتلاقي ان انت بتتعلم عن طريق دي وعن طريق دي كمان في نفس الوقت، فتقدر تسرع العمليه بتاعتك وتخليها افيشنت اكتر. بعد كل الكلام ده والرغي ده، مهم تعرف ان الاي اي مازال في المرحله البدائيه بتاعته، مازال احنا كل دوت مازلنا في الانيشال ستيج بتاعته. الدياجرام دوت هتلاقيه بيقول لك بقى بيلف على كل اللي احنا قلناه، ريكوجنيشن والاندرستاندنج والسبيتش ريكوجنيشن والستاتيك ايمج ريكوجنيشن الترانسليشن الهيلث كير، بيراجع لك على كل الكلام اللي احنا قلناه دوت. بيقول لك برضو ان انت لازم تبص للكلام ده بعقلانيه، ما تنبهرش اللي هو ايه ده يا لهوي ده في حاجات كتير جدا. لا، احنا مازلنا في الانيشال ستيج، احنا مازلنا كل دوت بنبتدي لسه فيه، لسه ما وصلناش للتقدم اللي احنا عايزين نوصله. الكلام ده كله مفيش حاجه جديده. بيقول لك ان الديب ليرنينج دي زي ايمج ريكوجنيشن والسبيتش ريكوجنيشن والكلام ده كله احنا قلناه. طيب احنا فين بقى من الكلام ده كله؟ ديفلوبمنت او الخطه الاستراتيجيه بتاعت الاي اي اندستري عامله ايه؟ قال لك والله اول حاجه عندنا كانت امريكا في 2013 عملت حاجه اسمها البرين انيشيتيف بتكلفه 4.5 بليون دولار. اما اوروبا عملوا حاجه اسمها هيومن برين بروجكت في 2013 برضو بتكلفه 1 بليون يورو. اليابان بعدهم بسنه في 2014 عملوا حاجه اسمها برين ماينز بتكلفه 270 مليون دولار. الصين بقى عندها مشروع خاص بيها اسمه تشاينا برين بروجكت، شغال برضو على مدرسه الكونكشنزم اللي هي شغاله على النيورال نتوركس، بتحاول برضو ان هي تسيميوليت العقل البشري عشان كده اسمه برين بروجكت. من ساعه ما الاي اي دخل في حياتنا والانظار كلها اتكفتت ليه، هو بيعمل ري شيبنج للاندستري بتاعتنا كلها. بيقول لك ان الاي اي احتمال يغير الشيب اركتكتشر بتاعتنا. جوجل وانتل ونفيديا كلهم بيغيروا دلوقتي من التكنولوجيا بتاعت الشيبس بتاعتهم عشان يقدروا يحطوا فيها اي اي. بتلاقي دلوقتي في موبايلات يقول لك الموبايل دوت فيه اي اي، الموبايل دوت بيعتمد على تكنولوجيا الارتفيشال انتليجنس. يعني ايه؟ هو بيحاول يراقب انت بتشتغل ازاي، استهلاكك للموبايل عامل ازاي، فيقدر يتعلم منه فيوفر لك الريسورس بتاعت الموبايل بشكل يخلي الموبايل يديك امكانيات اكتر. في الكاميرات مثلا بتلاقي ان الكاميرا يقول لك الكاميرا دي فيها اي اي، يعني ايه؟ ان هي بتشوف الصوره فيقدر يديتكت ان دي شمس، فيقدر يقلل بقى الاكسبوجر شويه، والله دي فيها اكل فيقدر ينور لك الصوره اكتر ويغير لك الالوان عشان الصوره تبقى شكلها احسن، دي فيها خضره فيقدر يخليك الاخضر حلو، ده بورتريت مود فيخلي لك اللي وراك معزول اكتر. والكلام ده كله مش شغال بالاي اي، ان هو بيديتكت ان في شخص في الصوره فيقوم على اساسه يعزل لك اللي وراه وينور لك الشخص ويغير لك الوانه ويستعمل لك البشره والكلام ده كله. وعلى ليفل اعلى شويه من السي بي يو والشيبس والكلام ده كله بنلاقي بقى السيرفيسز اللي عندنا، اللي هي مثلا بقى اللي هي بتبقى جايه لنا من مايكروسوفت من فيسبوك من جوجل من امازون من بايدو في الصين، الكلام ده كله كلهم بيحاولوا يمبد الاي اي عندهم. الفيسبوك عامل مثلا اي اي في الالجوريثم بتاعته ان هو بيشوف انت قعدت على البوستات دي قد ايه وايه الحاجات اللي بتشدك اكتر فيقدر يرشح لك اكتر منها، والله انت تتفاعل مع الكونتنت دوت فتعالى اما ارشح لك حاجات منه اكتر. كل دوت شغال بماشين ليرنينج وارتفيشال انتليجنس. طيب الجاستس والايكوتي بقى، العداله والمساواه في عصر الارتفيشال انتليجنس. بيقول لك في 2018 كانت اول حادثه تحصل من عربيه ملهاش سواق، عربيه كانت شغاله بالسيلف درايفنج تكنولوجي، خبطت واحده ست عندها 49 سنه في اريزونا وللاسف الست دي ماتت. فبيقول لك بقى ودي كانت اول حادثه، ودي كانت اول حادثه من نوعها من نوع اللي عربيه ملهاش سواق خبطت حد ومات فعلا. طب مين بقى مسؤول؟ مين اللي يحاسب على حاجه زي كده ما فيش سواق اصلا؟ هل الشركه اللي عملت العربيه ولا الشركه اللي مسؤوله عن السوفت وير اللي مشغلها ولا مين بالظبط؟ فهم كانوا فعلا حاطين ده في حساباتهم من 2013. اليونايتد ستيتس ناشونال هاي واي ترافيك سيفتي ادمنستريشن، اسمها طويل جدا، عملوا حاجه اسمها فيدرال اوتوميتد فيهيكلز بوليسي.
ودي حط فيها القواعد بتاعه السيلف درايفنج كارز. تمام، في 2016 عندنا اليونيسكو حط القواعد او الاثكس بتاعه السيلف درايفنج كارز برضو، وقال لك ان هي سجستد ان الناس اللي مشاركه في اختراع الروبوت وتطويره وتوزيعه والكلام ده كله كلهم بيتشاركوا في مسؤوليه الحادثه اللي حصلت دي. انت في غلطه عندك في التكنولوجيا بتاعتك هي اللي خليته ان هو ما شافش ست ديت غلط في تقديره لحاجه معينه فخبطها في نموذجها. الا في حاله واحده ان تكون عربيه اصلا هي اللي فيها مشكله، السوفت وير كان شغال عليه جدا وود امر ان العربيه تفرمل، ولكن العربيه كان فيها مشكله فما عرفتش تفرمل، فساعتها يكون لا لعبه على شركه مكمله. لكن فيما عدا ذلك الحمل بيقع على الشركه اللي بتطور الروبوت او التكنولوجيا دي. النقطه قبل الاخيره معانا بتتكلم عن المان ماشين ريليشن شيب، طبيعه العلاقه بين الانسان والروبوت عامله ازاي. اول حاجه حابين محتاجين نعرفها هي ان احنا عندنا ثلاث اجيال من الروبوت. اول جنريشن منهم بنسميه البلاي باك روبوت، اللي هو انت بتعلمه حاجه فيقدر يقعد ان هو يكررها لك، انت بتديله انت بتقول له اعمل كذا فيعمله لك مش اكتر من كده. تاني حاجه الروبوت والفيلينجز، بيكون عنده مشاعر، هي طبعا مش مشاعر حقيقيه ولكن السنسورز اللي عنده يقدر ان هو يحس لو حد لمسه او لو هو لمس حاجه يقدر يسمع، يقدر يعمل الكلام ده كله. تالت حاجه الانتليجنت روبوت اللي هو بقى اعلى ليفل عندنا، احنا لسه ما وصلنالهوش. يعني بيقول لك ان هو ناوي تريننج كونسبت، اللي هو انت بتسيبه مع نفسه دوت بقى يقدر تقول له والله امشي فيمشي، انت مش معرفه يمشي ازاي بس انت بتقول له اعمل حاجه فهو اتعلم ومشي مع نفسه. تمام. طيب الانتليجنت روبوت دوت بنقسمه لاربع انواع. اول نوع ثينك لايك بيبل، ودوت بيكون يعني فيه ضعيف زي واتسون بتاع اي بي ام، والفا جو اللي هو الروبوت اللي هزم الراجل اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو. تاني حاجه بنسميه اكت لايك بيبل، ان هو خلاص هو فكر زي البني ادمين بس هو هيتصرف كمان بقى زي البني ادمين. تالت حاجه ثينك راشنالي، دوت بيكون فيه بقى اي قوي شويه ان هو بيفكر اصلا بعقل، ولكن لسه زي ما اتفقنا لسه دوت احنا ما وصلناهوش. بيقول لك ان هو لسه ان افيلابل عشان لسه ما وصلناش للتكنولوجيا القويه اللي تقدر تخليه فعلا يفكر بعقله من نفسه. وفي نوع بقى الاعلى من ده كله ان هو بعد ما يفكر لا ده كمان هديله الحريه ان هو يتصرف بنفسه. طبعا طالما ما وصلناش للقبيل فطبيعي ما وصلناش للكلام. في 1942 قبل ما يكون في اي اي اصلا حطوا لوز، حطوا قواعد للروبوتس. اول قانون منهم بيقول لك ان الروبوت ما ينفعش ياذي اي بني ادم، سواء ان هو يأذيه مباشرة او ان هو يشوفه بتأذي ويكون يقدر ان هو الروبوت ده يقدر ياخد اكشن ويحميه من الاذى ديت وما يتحركش. ده مش من حق الشخص اللي عامل الروبوت ان هو يخلي فيه حاجه زي كده اصلا، هو سواء ان هو يأذيه نفسه او ثرو ان اكشن هو ما ياخدش اكشن. ثاني حاجه ان الروبوت لازم يسمع اوامر او يطيع اوامر الشخص اللي عمله، بشرط ان هو ما يتعارضش مع الرول الاولانيه، اللي هو مثلا ما اقولكش روح مثلا موت فلان فانت ما ينفعش ما اسمعش كلامك فكرت ان هو ده لا لازم يعني تسمع كلامي بس في نفس الوقت ما يتعارضش مع القانون الاولاني. ثالث حاجه ان الروبوت لازم يحمي وجوده، ان هو ما يدمرش نفسه، ما نلاقيش مثلا ان الروبوتات دول عملوا حرب ودمروا الكوكب، لا الروبوت لازم يحمي وجوده بشرط ان هو ما يتعارضش مع اللو الثاني ولا اللو الاولاني. يعني لو انا قلت له لا مثلا دمر نفسك دمر نفسك خلاص تمام لازم تسمع كلامي، بس في نفس الوقت ما تقولكش روح دمر فلان فهتبقى انت كده بتعمل كونفليكت مع اللو الاولانيه فده ما ينفعش. هنا بيقول لك ان الناس قلقانه ان الروبوت ممكن يكون بيمثل خطر على البني ادمين، ولكن احنا نقدر نقول لك ان الماشين والهيومن ولكن الماشينز والهيومن بينج بيقدروا يكو اكزيست عن طريق ان احنا نقدر نكنترول الاي اي دوت، احنا في الاول في الاخر احنا اللي اخترعناها فنقدر نسيطر عليه. بيقول لك برضه ان الفيرتشوال رياليتي هتبقى حقيقيه في الفيوتشر، طبعا زي ما انتم شايفين تحت هنا ده 2018 احنا اوريدي بقينا في الفيرتشوال رياليتي، بقت حاجه بنتعايش معاها في حياتنا اليوميه. وجزئيه بقى الاي جوفرنس اللي هو الناس اللي عندها السلطه المفروض يعملوا ايه او ايه الاتجاهات اللي المفروض يمشوا فيها. بيقول لك المفروض يتجهوا في اتجاهات اندستريال، الحاجات اللي هي تفيد الصناعات بتاعتنا ان احنا نعمل حاجات اكتر بكفاءه احسن الكلام ده كله. الريجوليترز هم الناس المسؤولين برضو ان هم يدوا الناس حريه اكتر في الماركت عشان يتطوروا، وان هم ما يحطوش كونسترينت او قيود كتيره جدا على المجال ده عشان يسيبوا الناس بحريتها ويتطوروا. وفي الاخر بيخلص بيقول لك ان هم المفروض يشجعوا الناس ان هم يخشوا في الدوت ويحاولوا يطوروا. اخر حاجه خالص بيقول لك مستقبل بقى الحياه بتاعتنا بوجود الاي ممكن يكون عامل ازاي. عندنا ده روبوت اسمه اسيمو، كان شهر فتره كده قبل صوفيا، ان هو برده بيتكلمه ويقدر يعمل معاك حركات ويتفاعل معاك ودوت. وفي الويتر دوت اللي انت بتعتمد على روبوت ان هو انت بتقول له والله خد الاوردر دوت وصله للترابيزه الفلانيه، هو بيبقى شايف الطريق عشان ما يخبطش في حد برده، هو ماشي ويمشي لغايه ما يجيب لك الاكل لغايه عندك ويرجع تاني. ده استخدام تاني برضه للروبوت والاي اي.
في ليفل اعلى شويه زي بي ماكس دوت، مازال مش حقيقه طبعا، ولكن ده كونسبت انت شغال عليه، ان انت بيكون عندك روبوت زي بيت كان عندك او الحيوان الاليف بتاعك. بيبر دوت كان روبوت عملوه في اليابان بيقدر يفهم انت زعلان ولا مبسوط ولا مشاعرك ايه دلوقتي. اخر حاجه سيري، ان انت تقدر تتكلم معاها تقول لها قولي نكته، فتقول لك نكته، طب غني لي، طب تغني لك، طب تقول لها طب والله شوفي لي كذا، اعملي كذا، تبقى دايما فاهماك وبتتفاعل معاك. بيقول لك برضه ان احنا في 2016 كان الجلوبال سبند في مجال الاي تي كان 1.2 تريليون دولار. بحلول 2025 لما الاي اي يتطور اكتر البتاع دوت، المبالغ دي توصل لغايه 2 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا جدا جدا. السمري بقى ايه اللي احنا هنتكلم فيه من ساعه ما بدانا دوت؟ احنا كده اتكلمنا عن الباست والبريزنت والفيوتشر بتاع الاي اي، اتكلمنا عن الديفلوبمنت بتاع الاي اي اتطور ازاي، شفنا الاسئله اللي بتدور في ذهن الناس، الكونسيرنز اللي عندهم، هم خايفين من ايه وقلقانين من ايه، شفنا الجاستس والايكويتي، واخر حاجه شفناها دلوقتي هي المان ماشين ريليشن شيب، العلاقه بين البني ادم والروبوت، والجفرنس الاي اي، وهو بيحدد حياتنا ازاي في المستقبل. معانا بقى اربع اسئله في الاخر نحلهم، هتلاقيهم اسئله بسيطه جدا. اول سؤال معانا بيقول لك وات داز اي اي ستاند فور؟ اوتوماتيك انتليجنس، ارتفيشال انتليجنس، مش محتاجين احنا نقرا اصلا الاختيارات، هو الارتفيشال انتليجنس. تاني سؤال عندك بيقول لك انهي مدرسه في دول هي اللي فيها نيورال نتوركس؟ هل السيمبوليزم ولا الكونكشنزم ولا الاكشنزم؟ طبعا الكونكشنزم، عشان دي بتفهم ان هي بتحاول تسيميوليت مخ البني ادم. تالت حاجه بيقول لك ايه الكمبيوتر اللي هزم جاري كاسباروف في الشطرنج 3.5 ل 2.5؟ دي احنا ما قلناهاش، ولكن هو كان اسمه ديب بلو. السؤال اللي بعديه بيقول لك في 1950 مين اللي حاول ان هو يبتدي في الماشين انتليجنس؟ هل هو مارفن مينسكي ولا زادي ولا الان تيورينج ولا جون فون نيومان؟ الاجابه هنا تكون الان تيورينج. لو حد شاف فيلم انفيتيشن جيم، الانجما ماشين اللي هو كان عاملها، كان في الحرب العالميه المانيا وانجلترا، وكان هو بيحاول بقى يفك الشفرات اللي بتتبعت والكلام ده كله، فهو كان بيحاول ان هو فعلا يعمل اله بتتعلم يوم بعد يوم عشان تبقى عسكر وتبقى الكلام ده كله. بس كده احنا خلصنا، قولوا لي رايكم في الستايل الجديد دوت. انا كنت حاسس ان انا لو موجود في شاشه كده تحت دوت هيخلي فيه انتر اكشن احسن مع الكلام، ان انا اكتب برضو اعمل هايلايت للكلام ده يبقى اعرف معرفك انا بتكلم في اي حته عشان ما تطولش في الستايل مني. عرفوا برضو الصوت نظامه ايه الكلام ده كله. ان شاء الله بكره نكمل المحاضره اللي بعد دي. شكرا، اشوفكم فيديو جاي. سلام.